وانا واقفه بعمل فراخ الفرن. بصراحه كده في حاجه عايزه كلمه اوجهها للعملاء عندي. العملاء كلها بتشتكي من المطاعم والمطابخ ان مش ملتزمين بوقت التوصيل. انا الوحيده اللي بشتكي من العملاء ان هم مش ملتزمين بوقت التوصيل. يا جماعه ما يصحش كده بجد، يعني انا اللي بشتكي دلوقتي لاول مره ان يحصل شكوى من العملاء، مش شكوى من العملاء. ما ينفعش عدم الالتزام في المواعيد ده، ما ينفعش الميعاد يتغير 60,000 مره ويكون المندوب على وصول وهو بيستلم الحاجه. انا بضطر كده ادفع للمندوب ده فلوس زياده مقابل انه التزم وجيه عشان يستلم، وحضرتك في الاخر بتغيري الميعاد على اخر وقت. هو في كل الاوقات انا بدي للمندوب فلوس زياده عشان خاطر يلتزم ويجي في الميعاد، وقبل الميعاد ياخد الحاجه ويجيبها لك قبل ميعاد الاكل. فحضرتك بقى لازم تكوني ملتزمه، او حضرتك لازم تكون ملتزم، لازم تكونوا موجودين في البيت. مش تطلبوا الحاجه وانتوا مش عارفين انتوا هتبقوا موجودين في البيت ولا لا، وتغيروا في المواعيد على اخر لحظه بعد ما خلاص بيكون المندوب في الطريق او وصل عند الكيتشن خلاص وطالع يستلم. اقول له لا انزل تاني ما تطلعش، لا خلاص بضطر ان انا حاسبه مرتين. هل بقى حضرتك او حضرتك هتحاسبه على فلوس التوصيل مرتين؟ زي ما انتوا بتطلبوا من الناس الالتزام في المواعيد، انتوا الاولى انك تطلبوا، لان انتوا كده بتخسروا اماكن. وانا معلش يعني لما ادفع للمندوب فلوس زياده عشان يجيني مره تانية عشان العميل مش ملتزم، الفلوس دي مكسبي. طب وانا ليه مكسبي ادفعهولك انت توصيل وادفعهولك اكراميات زياده عشان حضرتك ما كنتيش موجوده او مش محدده ميعادك؟ لما توصلي بيتك وتقعدي ابقي اطلبي بقى الاكل، بلاش كده. انت عارفه انك احتمال توصلي الساعه 6 البيت، ادي لنفسك مساحه. قولي مثلا انا هوصل 6 لسه هدخل هغسل وشي هاخد شاور الكلام ده كله، يبقى الاكل يجيني 6:30، يجيني 7:15. اعمل حساب ان ممكن يحصل تاخير في الطريق. لكن اللي بصراحه بيحصل مع المندوبين قدامي ده مش حلو ابدا، ده خساره ليا وتضيع وقت للمندوب وهلاك بنزين وكلها حاجات، وفي الاخر انا عشان استمراريه البيزنس بتاعي انا اللي بدفعها. يبقى ما تزعلوش بقى لما اعلي في الاسعار.